مرة بعد أخرى ترسل تل أبيب عشرات الطائرات المقاتلة لدك المدن والبلدات والقرى اللبنانية بحمم القذائف والصواريخ، مخلفة مئات الشهداء والجرحى وأكوام من الدمار في ظل حركة نزوح لا تتوقف. في الضاحية الجنوبية منطقة الغبيري، غارة جوية تغتال قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله ضمن سلسلة موجات متتالية من القصف المتسارع. في البقاع الطائرات الحربية تقصف قضاء زحلة وتقصف بلدات جلالة وحزرية ورياق وصولا إلى جرود الكرك لأول مرة منذ عام 2006. موجات القصف تركزت بشكل أساسي على الجنوب اللبناني. الغارات لم تهدأ ابتداء من قضاء سور ومدخل المدينة عند جل البحر، أما القرى الحدودية فهي الأخرى لم تسلم من القصف والتدمير، وهو أمر يتكرر في عمق الجنوب. قضاء النبطية وبلداتها وقراها كل شيء مستهدف هناك تقريبا. في الشمال الشرقي مجازر متنقلة، تصاعدت أعمدة الدخان في بعلبك الهرمل عقب سلسلة غارات عنيفة ومكثفة شملت العديد من البلدات والقرى والوديان. في المقابل كل شيء هنا مؤجل حتى إشعار آخر، الملاجئ مفتوحة على مدار الساعة. حزب الله أطلق رشقات صاروخية عديدة، استهدف بالصواريخ قصيرة المدى مستوطنة كريات شمونة والمخازن اللوجستية للفرقة 146 في قاعدة نفتالي وأماكن متفرقة في الجليلين الأعلى والأسفل. جنوبا وقرب طبرية استهدف الحزب المخازن الرئيسية في قاعدة نمرة بعشرات الصواريخ. وإلى العمق استهدف الحزب بصواريخ فادي 1 و2 و3 أكثر من مرة مطار مجيدو العسكري غربي العفولة وقاعدة عموس للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية، علاوة على استهداف قاعدة رماد ديفيد. أما في جنوب حيفا فقد استهدف الحزب مصنع المواد المتفجرة في زخرون برشقة من صواريخ فادي، كما استهدف معسكر إلياكيم التابع لقيادة المنطقة الشمالية جنوب حيفا وقرب خليج حيفا حيث سقطت العديد من الصواريخ، وبالقرب من حيفا سقطت صواريخ في منطقة طمرة.